لسي كوتي زي وافطار وصلك عبيل بثار بيقول لك كنا فوق شفعي نهار اللول كي كنا ما بقامي يوم دار زمان أحين فوندي وفامي ساي انتي ما في ساي انتي ما دام ساي انا طنوم وانتي يا ما فام نويت كل حلال الحمد لله ربي استجابلي تيمي فورس كي نفشل ولولي مفابلي باباك عطاك ليا امانة بيني ديا رجالي كيما انا يحبو نسالي كيما انتيا تعرفي مي بون فاب تعرفي مي بون فور شكون قال وصلو هنا ما بقى مين اللور بنات الحلال قلال باش نلقى كيفك محال تلمو فحنا ونديري فيك عشر رجال بنت فاميليا والوالديك تحياتي جيبو بيبي نهدولو حياتك وحياتي تغويني عليك برين تغويني عليك بروند انا وياك فورمي ومياريك بدي موند نغير عليك عليك ندار مع ألوف أبالي نصيميو مهما كانوا الظروف شفعي مات اللي سيكوتي زيو عفطار وصلك عبيل بزار بيقولك كنا فور شفعي نهار اللول كي كنا ما بقامي يوم دار زمان أحين فوندي وفامي شفعي مات اللي سيكوتي زيو عفطار وصلك عبيل بزار بيقولك كنا فور شفعي نهار اللول كي كنا ما بقامي يوم دار زمان أحين فوندي وفامي سيد الرئيس السادة المستشارين استمعت الضابطة القضائية للمتهم حيث اعترف بما نسب إليه موضحا أنه قتل زوجته وعشيقها بعد أن وجدهما متلبسين عندما عاد من سفر كان من المفروض أن يدوم عدة أيام كما أشعر بذلك زوجته لكن لظروف خاصة بالعمل عاد فجأة إلى منزله ليجدهما متلبسين عندك ما تضيف؟ واه كنا عايشين نورمال كيما حنايا كيما الناس كنا في 5 سنين زواج زوج دراري رامي وإناسة صح كوبابل مي اون فري أنايا لا فيكتيم ماشي ما فوت إلى اليوم راح نباص يا جال كريم سيد الجيج أنا خدام كيما رجال أنا السلطان اللي كل يوم يقابل موت في الجبال كيفاش تخوني مرتي وأنا في راتيساج مع باليش أنا كبر طحان بعد 5 سنين مارياج وفات كيفاش صرا درت كونفلوس طوطال هي اللي جابتها بيدها ما جابها حتى الشيطان كون نخدم بعيد على الدار هذاك النهار كنا الخميس ما قلتلهاش غدوة نجيك كنت حاب ندير لها سيربريز غدوة من داك حكمت الكار توحشت ما فام والماكلة تاع الدار توحشت رامي توحش إناس راس مالي في الدنيا نعرف روحي حنين غير معهم هذيك البلية في الأول مع ما فامي كنا عايشين كل يوم لاباكار في الدار مع العجوز ولي فرونشين هاتلي ديلي الدار دبر راسك انت ما قري ما باي باش نقص الحس خلص الكرا مهم غدوة من داك لحقت في الليل حليت الباب المفاتح تاعي الدراري كانوا راقدين شم في ريحة رجال دخلت لا شومبر حكمتهم في لاكروند جبت سلاح وبديت نديري ما باليش كيفاش يفهمك وش حسيت ما باليش بلي ما باليش وش ديت ديري ونخلف الطار كش من داوي جروحي مول كريم ديركت الكوميسار ياسلم تروحي دي غدارة خداع خاينة دي نكارة دي خلاطة اجالكم الحياتي في الصالة ليه افرد عنيف باش تفهم حكايتي متفاهم اناش في الفتحة في الحباس كمل حياتي دي غدارة خداع خاينة دي نكارة دي خلاطة اجالكم الحياتي في الصالة ليه افرد عنيف باش تفهم حكايتي متفاهم اناش في الفتحة في الحباس كمل حياتي دي غدارة خداع خاينة دي نكارة دي غدارة خداع خاينة المحكمة ستنسحب للمداولة بعد أن تتبعنا القضية توبع المتهم من قبل النيابة العامة اقتنعت المحكمة بأن الجرائم هي ثابتة في حق المتهم لاعترافاته التلقائية بذلك في جميع مراحل الدعوة وقضت بتمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية لكل هذه الأسباب قضت بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بالسجن المؤبد.